بسم الله الرحمن الرحيم، نخش في الموضوع. انتهت مباراة سبورتينج وحرس الحدود، وادي اجواء من الروح الرياضية. طنط بتطبطب على احد اللاعبين والسادة المسؤولين، تمام، والاجواء كلها كويسة. وطنط برضو راحت تطبطب على احد اللاعبين التانيين برضو في الفرقة التانية. وادي مدرب حرس الحدود برضو واقف، وادي الاخ رقم 9 بيزق طنط. طبعا دي قلة ادب. اوبا، ايه بقى اللي حصل؟ محدش عارف، اللعيبة كلها هاجت على بعض. وادي الاخ اللي هو لعيب سبورتنج راح جاب الكرسي، والاداري بيجري وراه بالكرسي وحاجة زي الفل. ده مش ماتش كورة، ده ماتش مصارعة. طبعا دي كانت مباراة اتلعبت يوم الأربعاء 26/6. والدنيا كلها بتتفرج عليها. ضبط النفس مطلوب، ودي كانت المباراة النهائية في نهائي دورة الترقي. والرجل الرشيد مطلوب، الرجل الرشيد مطلوب. طبعا المباراة اسمها دورة الترقي، لكن هي بالشكل ده يعني ما ينطبقش عليها اسم الترقي، دي دورة التدني. لكن مع ايه الفرحه بقى اللي والسعاده حصل عشان مع يحصل ده اللقطات كله؟ الجميله اللي شفناها والاحتفالات الجميله. الف مبروك حرس الحدود، الفوز بهدفين مقابل هدف واحد. مبروك لميكي ورجالته، هارد لك للكابتن احمد فاروق ورجالته، هارد لك لفريق سبورتنج في هذا اللقاء. مباراه كبيره ومشرفه